كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم في صوره جديده وتابوه جديد هنرسمه مع بعض من عمق وقلب التاريخ. النهارده الصوره اللي هنرسمها صوره جميله جدا، صوره فتى شاب في مدينه انصنه ناحيه ملاوي سنه 305 بعد الميلاد او ميلاديا. ملاوي دي في الصعيد وفي بلد هناك اسمها أنصنة جنب ملاوي. كان فيها شاب في الوقت ده أو في العصر ده بيحب يضرب المزمار، بيجيبوا خشب خوص كده وبيخرموا فيها وبيعزفوا بيها، وده كان أداة فرعونية من أيام أجدادنا الفراعنة، هم أول من كانوا بيضربوا على المزمار وبطلاقة، ونلاقي الصور موجودة على جدران المعابد المصرية والفراعنة بيضربوا بالمزمار. المهم بطل حكايتنا اللي كان اسمه فيليمون، وكان الناس بينادوه دايما فيليمون الزمار، كان شاب جميل جدا وأخلاقه حلوة قوي، وكان ماهر جدا في عزف المزمار لدرجة ان هو لما كان بيبقى في حد متضايق او حد عنده اكتئاب او حد عايزين يغيروا موده او زعلان كانوا بينادوا فيليمون الزمار يقعد يضرب جنبه شوية بالمزمار بتاعه، فكان يخرج عن كل الحاجات المشاعر الوحشة اللي عنده، كان يرجع له تاني حالة السلام والهدوء. حاجة غريبة جدا، كان فيليمون الزمار واخد هذه الهواية او متعلمها من اجداده الفراعنة، وكان بيستخدم المزمار في تهدئة النفوس لدرجة ان هو كان قدر يتقدم شوية في القصة دي، وكان حتى الناس اللي عليها حمى او تعبانة جدا او مرضانة كانوا ينادوا فيليمون الزمار يقعد جنبهم في رقدتهم في فراشهم بالمزمار بتاعه ويبتدي يزمر لهم. وكانت الحان معينة فرعونية كان بيبقى ماهر في عزفها كان تؤدي الى تطور صحة الناس العيانة دي. انتشر زيه فيليمون الزمار في المنطقة، وكان اي حد محتاجه او اي مكان او عيلة محتاجينه كانوا بينادوه. هو كان فنان كبير جدا كمان، وكان دي طلاقة وتمكن من هذه الآلة عالي جدا. حتى والي الأنصنة في الوقت ده بذاته لما كان بيبقى موده وحش او متضايق شوية كان بيناديه، ووالي برضو جزء من ابطال القصة بتاعتنا اللي هو كان من اشهر الولاة اللي جم في عصر الكنيسة القبطية. ابتدى حياته بشكل وانتهى بشكل تاني اللي هو بنقول عليه اسمه اريانوس. الاحداث بتجمع بين بطلين عندنا وصورتين. الصورة الرئيسية اللي عندنا اللي بنرسمها هي صورة فيليمون الزمار بالمزمار بتاعه، وعلى الجانب الاخر عندنا صورة اريانوس الوالي الطاغية اللي كان كل يوم يصحى من النوم الصبح يعذب ويقتل في اقباط مصر المسيحيين الموجودين في الوقت ده بابشع الطرق، لدرجه ان هم كانوا مسمين اريانوس فنان التعذيب. يعني كان يصحى من النوم الصبح ويقعد يفكر اريانوس ازاي النهارده ابدع طريقه جديده في تعذيب وقتل المسيحيين، ايه الطريقه الجديده اللي اقدر اموتهم بيها، انا مش عايز موت عادي كده، انا مش عايز قطع الرقبه
ولا موته بالسم ولا اذبحه وخلاص، لا. فكان يصحى يقعد يخترع في اجهزه التعذيب اشكال والوان وطرق، يقعد قدام شجره يقول اه هشده بين شجرتين، يخش يلف في الغلال عنده يبصهم بيعصروا الزيتون عشان يطلعوا منه الزيت، يقول اه ده انا هحط المسيحيين جوه المعاصر دي، وكانوا بيسموها المهاميز، عشان اعصرهم واعمل واموتهم بالطريقه دي زي عصير الزيت. وكل يوم والتاني يخش يشوف لقطه يعجبه الطريقه ويتفنن ويبدع، فانتشر على الامبراطوريه الرومانيه كلها ان ايريانوس ده هو فنان التعذيب. لما يحبوا يعذبوا حد بضمير قوي كانوا بعتوه لايريانوس. في صباح يوم من الايام كان ايريانوس لامم او بعض جنوده قبضوا على 37 واحد قبط مسيحي من الموجودين في ملاوي او مدينه انصنه، ومن ضمن الناس اللي قبضوا عليهم واحد شماس تقي اسمه ابولونوس. ابولونوس لما دخل طبعا وشاف الاول كانوا يجيبوا القبط من دول او المسيحي من دول يوقفوه كده على جنب ويوروه اللي كانوا بيعرضوا عليهم قبل كده من لقباط الاسبوع اللي فات ان هم يرتدوا عن الايمان المسيحي ويعبدوا الاوثان ويبخروا لهم بيعملوا فيهم ايه، ويرصوا قدام الاقباط ادوات التعذيب اللي كان بيبتكرها كل يوم اريانوس، يمكن يخاف يقلق يرتد. ولكن في الغالبية العظمى 99.9% من الاقباط ما كانوش بيخافوا، كانوا بيخشوا، الا صاحبنا الشماس ابولونيوس اول ما شاف ادوات التعذيب واللي منقوع في الزيت واللي بيسلخوا له الجلد واللي بيشوه على الفحم واللي بيقطعوا رقاصه واللي حاطينه في المهماز على معصره الزيت واللي بيشدوه بين شجرتين في اتقسم نصين واللي بينشروه بمنشار واللي بيقطعوا جسمه حته حته وضفر ضفر وقطعه قطعه واللي بيسحلوه في الارض ويرجعوا يسحلوه ويرجعوا واللي بيحطوه عليه نار وكبريت وميه نار وجير حي، وقف شاف المنظر ده اترعب ابولونيوس. المهم ابولونيوس وقف وقال لهم انا مش مسيحي، انكر المسيح. طبعا كانوا الجنود الرومان متوصيين، وكان دايما ايريانوس بنفسه بيبقى من فوق من قصره كده بيطلع من البلكونه بيتفرج كل من الصبح، هوايه يعني تعذيب الاقباط عنده المسيحيين كان هوايه، يطلع يجيب جنبه طبق فاكهه ولا حاجه ويطلع يتفرج عليهم في اللي بيحصل. فطلع فشاور لهم وقال لهم ايه خلاص ده انكر هاتوه على جنب. كان في تقليد معمول ان هم بعد ما ينكروا علشان ان المسيح كان عشان يثبتوا ولائهم للالهه اللي كانت موجوده الاوثان والاصنام بتاعت الرومان والديانه اللي موجوده في الوقت ده واشهرهم ابولو، فكان اهم حاجه ان هم علشان يثبتوا ولائهم يبخروا للاوثان، فطبعا بيجيبوه كده على جنب ويقولوا له الجنود يدوا له ميعاد تاني يوم تيجي الوقت الفلاني هيكون موجودين الكهنه تبخر للاوثان وتثبت ولائك للالهه بتاعتهم هم او اللي هي الاصنام اللي احنا بنقول عليها اصنام. خرج ابولونيوس من المكان في منتهى الخوف والرعب مش عارف يعمل ايه، وهو رجع على بيتهم من ناحيه كان متضايق جدا من جواه ازاي هو انكر المسيح ويعمل ايه ويتصرف ايه. ما عارفش يعمل حاجه، وهو ماشي سمع صوت المزمار بتاع فيليمون، وفيليمون كان صديقه قرب عليه وقال له فيليمون في حاجه حصلت غريبه قوي. قال له ايه؟ قال له انت عارف ان انا مسيح؟ قال له ايوه عارف انك مسيح. قال له النهارده كانوا قبضوا علي انا 37 واحد تانيين ورحنا قدام الوالي ايريانوس، ولما شفت المناظر بتاعه التعذيب مت في جلدي من الرعب وانكرت المسيح. قال له طب كويس، لان فليمون برضه كان ميال للديانه المسيحيه لكن كان لسه بيعبد في الديانه بتاعه الاصنام. قال له بص انت ما انتش فارق معاك المسيحيين ولا فارق معاك المسيح، انت لسه يا دوبك رجل بره ورجل جوه. بقول لك ايه، هم طالبين بكره ان انا اروح ابخر للاوثان عشان اثبت ولائي. بص انت خد الاربعه قطع ذهبيه دول هديه مني. وكان ابولونيوس برضو من بيت مرتاح شويه وكان معاه مال، قال له خد الاربع قطع ذهبيه دول
وروح انت مطرح بكره بخ الاوثان، انا لحد كده وما اقدرش، انا كفايه ان انا انكرت المسيح، انما كمان ابخر للاوثان ده مش ممكن، استحاله، مش هعمل كده. ثم زمار خد الاربع قطع الذهبيه وقعد نططهم كده وقالوا كويس قوي، ده حاجه حلوه قوي جميل، ثم حطهم في جيبه وقال له طب ما هم هيعرفوني يا فالح، ما انا باين ان انا في الليمون وانت باين ان انت بولونيوس، يعني هم هيغلطوا فينا يعني. قال له لا بص احنا نعمل خدعه، بص انت خد العبايه بتاعته، وهو كان ليه عبايه كده مميزه مطرزه حلوه جدا بميه الذهب وليها زي غطا راس بيسموه زعبوط كده بيتحط فوق الراس، قال له انت تاخد ده تلبسه وتخش بكره وتبخر كده دقيقتين وتمشي، هم مش هيلحقوا ياخدوا بالهم. واتمكر يا اخي شويه يعني ماشي، انا مثلا لحيتي كده انت ظبط لحيتك زي لحيتي، ظبط سوالفك، اتمكر شويه في ليمون، انت اساسا فنان يعني انا هقول لك تعمل ايه. قال له طب ماشي متفقين، وتستناني هنا بكره عشان انا عايز المزمار بتاعي. قال له ماشي، خد مديله المزمار وبديله. هو في ليمون خد الرداء بتاع ابولونيوس، وابولونيوس خد المزمار بتاع في ليمون، وقعد في مكان فيليمون، وطبعا هو بيهبش اي كلام في المزمار، ما بيعرفش قوي برضه عشان الناس في المكان اللي هناك ما يحسوش ان فيليمون في مكانه مش موجود او في المكان متعودين عليه، او قعد يعمل اي نغمات في اي حاجه نشاز وخلاص. وفيليمون خد بعضه وراح تاني يوم عشان يبخر للاصنام. لكن فيليمون كان فنان كبير ومشاعره راقيه قوي، وكان طول الوقت بيسمع عن المسيح، وكان قرب قوي قوي قوي، كان على شعره يبقى هو كمان مسيحي، كان الموضوع حب قوي. هو كان مستني صدمة أو حدث أو حاجة تظهر له تخليه يبقى مسيحي فعلا. فبمجرد ما راح الأول طبعا، وهو عشان يوصل للمكان بتاع تبخير الأوثان كان لازم يفوت الأول على المكان اللي بيعذبوا فيه الآباط المسيحيين اللي موجودين، وبعدين اخره خالص يخش على المعبد بتاع الاصنام عشان يبخر لهم. فهو ماشي كده فضل يبص 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 واتسمر مكانه، بيبص على الاقباط اللي هم مش عايزين ينكروا المسيح وبيتعذبوا بكل اشكال وانواع التعذيب، فاتسمر مكانه في ليمون ومرضاش يتحرك، وقال في نفسه انا كمان مسيحي مش هبخل الاوثان. ابتدى ربنا يبعت له تعزيه كبيره جدا وروح قدس يملأ قلبه، واتقلب بقدره قادر، وكان بدل ما هو كان رايح عشان يساعد ابولونيوس ان هو يهرب من التعذيب، ده بالعكس ده هو اللي راح وابولونيوس خدمه، ان هو لما شاف الاباط بتعذبه كده هو ايمانه عالي جدا، وحس ازاي الناس دي بتحب المسيح لدرجه بتضحي بارواحها واجسامها وبتقبل كل العذابات دي عشان يفضلوا محافظين على ايمانهم. فتصمر في مكانه وما كملش مشواره للمعبد بتاع الاوثان والتبخير، وفضل واقف مع الجموع اللي هي بتتفرج هناك وما اتحركش خالص، ما اتحركش من مكانه. جه الوقت عمال يفوت عمال يفوت عمال يفوت، صاحبنا ابولونيوس مزمار ما ظهرش للكهنة هناك، يجي وقته في الليستة المسيحيين اللي ارتدوا عشان يخشوا يبخروا للأوثان، فين أبولونيوس فين أبولونيوس، ما جاش. بلغوا الولي أريانوس فوق، الله ده بيضحك عليا، ضحك علينا امبارح، هو فينه، روح هاتوه. راح الجند تاني دخلوا هناك، ما خلش عليهم ان ابولونيوس ماسك المزمار وبتاعه، ما شافوه، قالوا له ابولونيوس كان ماسك المزمار، كان فاكر نفسه هيعمل زي في ليمون ويتخفى من الجنود ومش هيعرفوه، لكن هم طبعا عرفوه على طول، قالوا له تعالى اريانوس الوالي اريانوس عايزك، انت كان المفروض كذا كذا كذا. رجع ابولونيوس خدوه وقبضوا عليه ودخلوه وحطوه تحت الشرفه على طول بتاعت اريانوس، بص له كده وقال له انت بتستغفلني، انت بتضحك عليا، انت بتضحك علينا، انت امبارح انكرت المسيح قلت ان انت ما بقتش مسيحي، والنهارده قلت ان انت بخل الاوثان، ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ ايه الحكايه الروايه بتاع ابولونيوس؟ فجاه حس اكن في سلام داخلي جواه، والخوف اللي كان خايفه امبارح من منظر التعذيب اللي هو قدامه برضه تاني يوم ده بتاع الاقباط راح خالص، وبص للاقباط التانيين وقال ايه ده؟
انا ازاي امبارح فعلا كنت انكر المسيح؟ وحاجه غريبه جدا ان بولونيوس الشماس صرخ وقال له ايوه انا مش هبخل لاوثانك وانا بعلنها ان انا كمان مسيحي وهفضل مسيحي. اريانوس حس بكبرياءه قوي، ايه ده؟ ايه اللي عمال يروح ويجي ده؟ هل يمكن اعصابه تعبت؟ هو يجي منه، هو معانا، هو من اللي بيعبدوا الاله بتاعنا، يجي منه. فنادى على الحراس بتاعهم وقال لهم ايه؟ نادونا فليمون الزمار يجي يزمر له بموسيقته الجميله شويه عشان يهدي له اعصابه عشان ياخد قرار. انت يجي منك ابولونيوس. اريانوس بيقول له لا 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 لا، انت اعصابك تعبت، بس انما انت ممكن انت مش عارف بتقول ايه. المهم الحراس نزلوا يدوروا على فليمون الزمار، يدوروا يمين يدوروا شمال فوق تحت، ما لقوش. ما هو فليمون الزمار كان موجود برضه هناك بس متخفي في شكل ابولونيوس، واقف وراه وشايف كل اللي بيحصل قدامه ده، ورجليه متسمره واقف مع الجموع الوثنيين اللي وراه وما دخلش، لان هو كان تحول مسيحي. لما احترق قوي راحوا لاريانوس قالوا له ان احنا ما احناش لاقيين فليمون الزمار. قالوا يعني ايه مش لاقيينه؟ روح هاتوا اخوه الفنان التاني. وهو كان ليه اخ فنان برضو اسمه تيوناس. تيوناس كان فنان برضو على آلة كده زي الهارب او الدف، كان بيضرب عليها، وبرضو دي كانت آلة فرعونية موجودة ونشوفها برضو على المعابد بتاعتنا. والظهر العيلة بتاعت فليمون وتيوناس كلها كانت فنانين. ندهون يجي يشوف او سألوا اخوه فين، فنادوه قالوا تعال احنا قلبنا عاصمة كلها، والولي اريانوس عايز اخوك فليمون عشان عندنا حالة كده واحد دماغه مش مظبوطة يضرب له شوية عشان ده بيقول ان هو مسيحي يهدي له اعصابه عشان يعقل يعني. تيوناس راح هناك ودخل وعمال يدور لحد ما وصل للساحة، بيبص كده قال لهم الله، طب ما هو فليمون قدامكم اهو. بصوا كلهم كده، كان فليمون فعلا كان فنان، وكان الصبحيه يوميها راح متنكر فعلا تماما في شكل ابولونوس. و فليمون شال الغطا بتاع الراس من الراس وقال لهم ايوه انا فعلا انا هو فليمون. فاريانوس قال له طب ما انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ انت عامل لنا في الكولور، عامل لنا النهارده بلياتشو، دي حته جديده يا فنان. قال له انا ما بهزرش وانا مش جاي اقول فكاهه. فليمون وعلى صوته خالص، انا النهارده كان في حاجه جابتني لحد هنا، انا المسيح جابني لحد هنا عن طريق ابولونيوس اللي هناك ده، وكنت جاي في الاول وانا مش عارف ايه اللي جايبني هنا، جاي طمعان في 4 قطع ذهبيه عشان ابخر الاوثان، لكن انا بعلنها قدام الناس اللي جوه دول كلهم انا كمان مسيحي ومتمسك بايماني. اريانوس وقف اتصدم صدمة كبيرة جدا وقعد ايه ده هو اللي جايبه علشان يعزف لصديقه ابولونيوس ويعقله. ابولونيوس من ناحية بيصرخ بيقول انا مسيحي، وفليمون وقف من الناحية التانية بيقول انا مسيحي، والاتنين راحوا حضنوا بعض ووقفوا وقاموا قاعدين على الارض وسجدين وقعدوا وصلوا للمسيح. اريانوس وقف الشرفة بتاعته هيجن، شد في شعره ايه اللي حصل ده، ايه الموقف الغريب ده، من نرفزته جدا على الموضوع ده. قال لهم طب هاتوا المزمار بتاعه ودول اي حد تاني يزمر، يمكن الاتنين اعصابهم تهدى. مزمار بتاع فليمون كان مزمار قيم جدا، مزمار عالي قوي الجوده، صوته حلو جدا كمان. فليمون على طول رفع عينه للسماء قال له يا رب المزمار بتاعي ده لو هيستخدموه تاني علشان يخلوا الناس اعصابها او امزجتها تتغير عن معرفتك يا رب يا يسوع، ايوه سيد المسيح ارجوك خلصنا من المزمار ده انا مش عايزه. ففعلا حاجه غريبه جدا، الناس واقفين والمزمار ناحيه الكهنه بتوع الاوثان خدوه في ايدهم، والكهنه برضو كان عندهم، دول الكهنه اصلهم في جزء منهم عنده ثقافه فرعونيه، يعني عندهم فكره برضو عن ضرب المزمار ولسه عايزين ياخدوه عشان يضربوا بيه، يعني في وجهه نظرهم ان المزمار ده ليه مفعول يعني. نزلت جمره كوره زي نار كده من السماء، فضلت نزل وقامت ساقطه على المزمار وحرقته. الكهنه ارتدوا ورا وكان
كان في ثقافه في الوقت ده كانت متوارثه عن اجدادنا الفراعنه، ثقافه السحر والشعوذه. قال لك بس فيلمون هيشتغل لنا في السحر، هيشتغل لنا بيسحر لنا. وفعلا اليانوس رجع لورا كده وقال له بعدين بقى معاك انت هتشتغل لنا في السحر، يعني مفيش فايده فيك. قام قايل للجنود بتوعه روحوا أدبوه. الجنود نزلوا في طلطيش ضرب، هو دي كان اول يعني اول درجه في درجات العزاب، طلطيش هو وابولونيوس نزلوا في ضرب وباللكاكيم وبالبوكسات هما الاثنين لحد ما جابوهم دم وخشموهم خالص، لكن مفيش فايده. المهم كان اريانوس كان كمان في اليوم ده كان جات له طقت له في دماغه فكره تعذيب جديده، قال نجربها في ليمون وبلونوس. نادى قائد الحرس بتاعه وشوشه كده وقال له يعمل ايه. قائد الحرس راح جاب نيمهم على الارض، رفع رجلهم لفوق كعوب رجلهم من تحت عند العظمايه بتاعت الكعب كده تحت العظمايه، خرم خرم طبعا من غير بنج ولا حاجه في كل رجل زي الحلق بتاع الودان كده، مش بنخرم خرم علشان نفوت فيه الحلق، هو خرم خرم في الرجل تحت العظمه بتاعت الكعب بتاع الرجل من هنا وخرم هناك، وقام دكك فيه حبل تخيل ومدى الالم والعذاب لما حد يحصل له كده، وعقده حبل يمين وحبل شمال، عمل كده في فيليمون وعمل كده في ابولونيوس، واخدوهم وقعدوا جرجروهم من اكنك كده حاطط حلق بس بدل ما تعلقوا هنا معلقوا في كعب الرجل، جرجروهم في كل الشوارع بتاعت انصنه وملاوي، فضلوا يلفوا بيهم اليوم كله ويرجعوا تاني. وطبعا فيليمون كان مشهور في البلاد دي وكان معروف ان هو كان فنان كبير، فالناس كانت ملمومه حوالينه، وبرضه حاجه غريبه قوي الناس كانت ملمومه حواليه وبيسالوا في ايه، وفي ناس كتير جدا من منظر فيليمون وكانوا عارفين فيليمون وبيحبوا فيليمون لما لقوا فيليمون راح ناحيه المسيحيه وهم شايفينه بيتجرجر كده، وبدل ما كانت نغمات مزمره هي اللي بتطلع بقت نغمات اهاته وصريخه هي اللي بتطلع، ناس كتير قوي في اليوم ده دخلت المسيحيه على شكل فيليمون وهو بيتجرجر في الشوارع. رجعوهم تاني مكان بتاع التعذيب مفيش فايده، فاريانوس نزل لهم تحت وقال لهم الناس دي مفيش فايده منهم، علقوهم على الشجر اللي هناك. و نادى امهر رومات الاسهم اللي عنده ونقاهم وقال انا هعمل رهان مين اللي هيضرب السهم الاولاني اللي هيجيبه في ليمون ليه مني جايزه، والسهم الاولاني فيكم اللي هيجي في ابولونيوس ليه مني جايزه برضو، بس الشرط ان انتوا تبتدوا في رمي الاسهم مع بعض. حطوا مع الشجرتين وجابوا رومات الاسهم وهو وقف جنبهم عشان يراقب الموقف ويشوف هيدي مين فيهم جايزه، شدوا الاسهم يضربوا السهم يخبط في جسم فيليمون يتني السهم، حاجه غريبه قوي السهم في الوقت ده كان بيبقى حديد رفيع قوي وله راس حديديه، ويلاقوا السهم التنى وقام وهو متني يرد يرجع لهم عندهم تاني، يشدوا السهم يضربوه في جسد فيليمون يخش السهم يخبط في جسمه ما يموتوش ويرد عليه تاني، حاجه غريبه قوي. المهم اريانوس قال له ايه السحر اللي انت بتعمله ده؟ احنا هنخلص من المزمار بتاعك، تطلع لنا انت بتعمل لنا سحر، انت ما فيش فايده فيك، قرب منه كده علشان يضربه بالقلم ويخبطه كده متضايق منه هو بيزعق له، واحد رمى السهم التنى رجع دخل في عين اريانوس دخل كده هو حتى يعني دخل بغرب فخد عينين الاثنين اريانوس طعم. رجع اريانوس قال انا تعميت ما بيشوفش، الدنيا وقفت على رجل الوالي يعني بتاع محدش فايق لفليمون ولا ابولونيوس، ايه اللي حصل؟ خدوا فليمون وابولونيوس كده فضل عينيه اتعمت، ابتدى اريانوس يحس بشويه ندم، ده الموضوع بجد. ابتدى كمان لما عينه اتقفلت ابتدى يسمع اهات وانين الاقباط المسيحيين اللي كانوا على المهاميز وعلى ومحطوطين في الزفت وفي الزيت المغلي وكده، ابتدى يحس من جواه وهو بيتالم كمان وسمع الامهم، ابتدى يحس بالام المسيحيين وقد ايه كان بيعذبهم وقد ايه كان بيعملهم وقد ايه الناس دي كانت مستحمله عشان المسيح من جواه كده. ابتدى اريانوس يحس بندم ويحس ان اللي كان بيعمله في الاقباط المسيحيين الظاهر بيتخلص فيه
وابتدى يحس ان هو غلط غلطة كبيرة جدا. قرب من فيليمون بعد ما حس بالندم ده وبعد جنوده عنه وقال لهم بعيدوا عني، رجعوا كلهم ورا والدم طبعا حر على وشه كده وبتاع وهو مش شايف، وقرب منه خالص حسس عليه لحد ما لقى فيليمون وقال له انت سامعني فيليمون؟ قال له ايوه سامعك. قال له انا عارف ان انت تقدر تصلي للي انت بتحبه ده وتشفيه لعينيه. ففيليمون قال له انا لو صليت انت هتفتكر ان انا بعمل سحر، ما انا كل حاجه تقول لي بعمل سحر، كل حاجه تقول لي بعمل سحر، المزمار وافتكرتني بسحر بيه، السهم بيطد وافتكرتني بسحر بيه، انا الايمان مال قلبي وانا عايز اقول لك على حاجه. قال له قول. قال له انا دلوقتي بقيت مسيحي، مسيحي كامل مسيحيه كمان. فكده فهمش. قال له وانت بترموا عليا الاسهم انا افتكرت ان انا مش متعمد وشكلك هتموتني، فوانا بصلي للمسيح وقلت له لا كده انا لو مت وانا مش متعمد يمكن ما تفهمنيش خالص، لان انا كنت دارس ديانتهم المسيحيين وانا كنت بقرا، انا كنت قريب قوي، كنت عرفت ان لازم اتعمد الاول، فحاجه غريبه قوي وانتوا بترموا عليا الاسهم لقيت نفسي بطلع لفوق خالص وبروح مكان تاني، مكان فيه كنيسه ولقيت فيه كاهن بيعمدني ورجعت تاني. لما رجعت يا دوبك السهم اللي الراجل هناك كان بيحذفه عليا وهو بيشده كنت انا مش موجود، لما رجعت لقيت السهم رجع له هناك تاني. انا بتهيألي ان انا اتخذت لحظات، لكن انا دلوقتي متعمد وجاهز. انا هقول لك على حاجه، اسمع اريانوس، علشان ما تفتكرش ان هو سحر وانا عارف ان ايمان المسيح ابتدى يملي قلبك، انا عايزك تعمل حاجة، وقف التعذيب اللي على جنب. فإليانوس بصوت عالي كده قال لهم وقفوا كل الناس اللي بتعذبوهم في الاهباط. قال له بس بالنسبة لي انا لو صليت دلوقتي للمسيح وانا ايماني بيقول لي ان لو صليت للمسيح ان المسيح هيقبل وهيشفيك، هتفتكر ان ده برضو سحر وهترجع برضو اللي انت كنت فيه. انا هطلب منك انك تكمل جميلك، وزي ما انت كنت شايف هقول لك على حاجه، انت اقمر السيفين بتوعك فاقطعوا راسي زي ما انت كنت هتعمل في الاخر، انا استشهد واروح للمسيح فوق، لان انا بقى عندي اشتياق جدا ان انا اطلع للمسيح زي الناس اللي انا كنت بتفرج عليهم اللي انت عملت تعذبهم وتموتهم بيطلعوا للمسيح. وانت عشان تتاكد ان ما هو السحر بعد كده روح بعد 3 ايام عند القبر بتاعي، خد من الطين اللي مغطيين بيه الجسم بتاعي وادهن بيه عينيك، وانا بصلي لك ان الطين ده هيشفي لك عينيك زي ما المسيح عمل زمان. كان في واحد بيحكوا عنه مسيحيين في الانجيل بتاعهم كان ما بيشوفش زيك كده اريانوس، المسيح حط له الطين على عينيه، عينيه فتح. المهم جه اريانوس سمع كلامه، ما هو دي الحل الوحيد انه يشوف، وقف التعذيب ورجع ونادى على الحراس وقاد الحرس قال له خد فيليمون وخد ابولونيوس واطلع بيهم بره و بالسيف اقطع راسهم الاثنين. قال له امرك. ودخل هو القصر بتاعه قعد 3 ايام لا بياكل ولا بيشرب، قاعد مبلم قاعد متنح وقعد يفكر في كل اللي كان بيعمله اريانوس من عذابات. وعلى فكره اريانوس ده كان في العصر بتاع دقلديانوس، خلي بالكوا هي قصته دلوقتي بقى في المسيحيين. المهم بعد 3 ايام حس بندم كبير قوي، قال اعمل زي ما فيليمون قال له، صحي في نص الليل دخل القبر جاب قال لجندي من جنوده وديني عند الحته اللي ذبحته فيها فيليمون، دخل وداه هناك قال له اطلع تستناني بره، قعد يحسس كده على الجسد بتاع فيليمون، خد شويه طين حطهم على عينيه بيعمل كده، لقى نفسه فتح قال بصوت عالي ان حقا المسيح الذي تحب وتعبده يا فيليمون المسيح انه هو الله، انا مسيحي وكده، وقعد
كان النهار ابتدى يطلع، طلع مشي في مدينة منجاوي أنصنة، قعد يصرخ ليانوس أنا مسيح أنا مسيح، والجنود ماشيين وراه، الجنود لقوا الوالي بتاعهم بيقول أنا مسيحي. جت كل الجنود بتوع اللي هم الحرس بتوعه قالوا احنا كمان بقى مسيحيين، هم برضو كانوا بيشوفوا ايه اللي بيحصل، ولقوا الوالي بتاعهم اريانوس بيشوف، فبقى هم كلهم كانوا مسيحيين، والانصنه اتقلبت وخد الجنود بتاعه ودخلوا السجون وفتحوا كل الابواب وطلعوا كل الاقباط المسيحيين اللي كانوا حاطوهم في السجون اللي كان جاي عليهم الدور في التعذيب والاستشهاد، طلعوهم واطلقوهم احرار. الحدث اللي حصل في اليوم ده جوه ملاوي او جوه انصنة عندنا هنا في الصعيد هز الامبراطورية الرومانية كلها، والي من اعتى واكثر الولاء اجراما في ذبح الاقباط المسيحيين بقى مسيحي. دقلديانوس احنا حكينا قصته في حلقات سابقة، المجرم الكبير درب اللي عمله اريانوس، بعت استدعاء خدوا اريانوس وبعتوه عند دقلديانوس هناك في انطاكيا. جه اريانوس وقف دقلديانوس ساله قال تجننت اريانوس، ده انت كنت الفنان، ده انت كنت لما بنتزنق في حد قبطي او مسيحي حتى عندنا في كل الامبراطوريه كنا بنبعته لك عشان يتعت، قالوا يا انت كنت فنان في التعذيب، انت كنت بترعبهم كلهم الاقباط، ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي حصل لك؟ المهم اريانوس حكى لدقلديانوس الحكايه كلها لحد ما شافه ان هو بقى مؤمن بالمسيح. واريانوس قال له انت ازاي انت كمان لسه ما شفتش المسيح؟ انا شفت نور المسيح. لكن طبعا دقلديانوس قعد يتريق عليه وامر الجنود بتوعه قال لهم خدوه، شايفين البير اللي هناك ده؟ حطوه في حجره، كان بير ميه جوه القصر بتاع دقلديانوس، ارموه جواه لحد ما يموت جوه، رموه وسابوه على اساس ان اريانوس يموت. حاجه غريبه قوي، تاني يوم ميه البير خدت اريانوس وطلعت بيه بره بالحجر التقيل اللي كان مرمي فيه وحطته بره، المسيح كان لسه ما ردش ان اريانوس يموت. دخل اريانوس صح الصبح بيبص من الشرفه بتاعته جنب بير الميه، لقى اريانوس بالحجر بتاعه وهو شايفهم بيرموه جوه، والميه مغرقه الدنيا بره، واريانوس قاعد بره. نادى الحرس بتاعه قال لهم انتوا حتى مش عارفين تخلصوني منه، لازم تخلصوا منه احسن، ده خطر على الامبراطوريه بتاعتنا وعلى الديانه الاصنام ابولو ابولون بتاعتنا، لازم تخلصوا منه المره دي، تجيبوا شوال وتحطوه. كان مش هو بس يعني، كان اهل بيته كلهم مراته واولاده كلهم كمان بقوا مسيحيين، قال له تحطوا كل واحد في اريانوس ومراته وعياله كل واحد فيهم في شوال، وتملوا الشوال كله رمله وتقفلوه كويس جدا، وتخشوا بمركب لحد نص البحر جوه وترموه، وتستنوا جنب الشوال لمدة يومين تتأكدوا ان الشوال ما قبش تاني فوق، وان اريانوس اكيد هو عيلته ماتوا. فعلا الجنود ما كدبوش خبر وعملوا اللي دقلديانوس قال عليه، وحطوا كل واحد في شوال خيش كده وملوه رملة وزلط وقفلوا عليهم وحطوهم ودخلوا في نص البحر ورموا اريانوس وعيلته جوه البحر، وفضلوا قاعدين رابطين الشوال بحبل من فوق عشان يتأكدوا ان الشوال لسه مشدود. يومين كاملين استشهد كمان اريانوس فنان التعذيب بتاعنا هو وعيلته كلها، وبرضو بقى الكنيسة كمان بتعيد له وبتشوف ان هو من احسن الناس اللي هم عندنا، لان هو كان من اصعب الناس اللي هي كانوا في الضغط المسيحيين، لكن حصلت له معجزه وفتح عينيه وبقى هو يشوفه. كان طبعا السبب في توبه اريانوس كمان بطل حكايتنا او بطل صورتنا الاولاني اللي هو فيليمون الزمار. وبكده نكون رسمنا تابو جميل جدا لفيليمون ومسك المزمار بتاعه، واريانوس فنان التعذيب، واحد كان فنان في التعذيب والتاني كان فنان في الموسيقى، والاثنين شهداء في تاريخ الأقباط في مصر أو تاريخ الأقباط المسيحيين. مش ممكن أبدا تيجي سيرة التاريخ القبطي ولا نفتكرش التابوهين دول ولا الصورتين دول، فيليمون الزمار وإريانوس فنان التعذيب والي أنصنة. وأتمنى يكون التابوه بتاع فيليمون الزمار وإريانوس عجبكم النهاردة، وبرضو ما تنسوش أن أنا عايز أفكركم الاثنين استشهدوا في سنة 305 ميلاديا. وإلى اللقاء في حلقات أخرى
وصور أخرى وكل ليس.